السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج أولويات، وأولويات يجعلنا نحسن قيادة الحياة. وما نحتاجه اليوم أن نناقش في مجتمعاتنا العربية والإسلامية فقه الأولويات حتى يتم ترتيب الأوراق ونتقدم نحن كأمة، فيها كل مقومات النجاح والتميز وكل مقومات الريادة، ولكن ربما لعدم ترتيب الأوراق نحن أصبحنا من المتأخرين في هذا الزمان. وقضيتنا اليوم قضية حساسة ومهمة جدا، ونطرح فيها قضية من ضمن الأولويات، وهي أيهما أولى، العمل السياسي أم العمل التربوي؟ وحقيقة ونحن نحضر لهذه الحلقة وجدنا كثير من الأمور والأطروحات التي تطرح على الساحة، سواء من الكتب المؤلفة أو الأبحاث المكتوبة أو حتى في المقابلات وآراء الناس. البعض يقول أول شيء العمل السياسي، والمجتمع لا يصلح إلا بالعمل السياسي. ونرى هناك آراء أخرى، ومنهم من يتبنى العمل التربوي ويقول هو رقم واحد، ما لم يكن لدينا نظام تربوي ناجح ومتميز إذن لن نتقدم أبدا. وعندما نرى كل الأمم التي تقدمت كانت بدايتها في النظام التربوي. إذن الآراء حقيقة فيها تباين وفيها أخذ وعطاء، وكل يستدل بوجهة نظره ويرى أنه هو على صواب. لكن لو رجعنا إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة الإسلامية، وكانت فعلا بداية الحضارة والتاريخ الإسلامي، لوجدنا أن هناك لا يوجد فرق بين العمل السياسي والعمل التربوي، وإنما جاء الفرق متأخرا كنوع من أنواع التخصص، وجاء في أيام الخلافة العثمانية أنه هذا النظام سياسي وهذا النظام تربوي، بل ربما من قبل، من أيام الدولة العباسية أو الأموية. وكل هذا سنناقش إن شاء الله مع ضيوفنا الكرام. وكما يقال يعني هناك من يرى تقديم العمل السياسي كلية، وهناك من يرى تأخير العمل السياسي مع أهميته، وهناك من يرى تقديم العمل التربوي. يعني من مناصرين عدم تبني العمل السياسي الشيخ محمد عبده الله يرحمه، حتى لا كلمة، كان يقول أعوذ بالله من السياسة ومن ساسة ويسوس وسائس ومسوس. فهذا ممن يتبنى رأي عدم العمل السياسي، لكن هناك من يرى على العكس هو الأساس وهو رقم واحد، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نسمع آراء ضيوفنا حول هذه القضية، ونستضيف اليوم معنا هنا الدكتورة فائقة بدر. والدكتورة فائقة هي أستاذ مشارك في علم النفس التربوي، أهلا وسهلا فيك دكتورة. ونرحب كذلك بالدكتور رشيد العميري، وهو وزير البترول سابقا في دولة الكويت، فأهلا وسهلا فيك دكتور. يا أهلا وسهلا. ونرحب كذلك بالشيخ محمد دحيم، وهو الباحث والمفكر الإسلامي، فأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. كما نرحب بالأستاذ عبد العزيز القاسم، وهو مدير تحرير جريدة المدينة، أهلا وسهلا فيك. حياك الله يا شيخ. حياك الله. دكتور رشيد، ربما يعني نبدأ معك، وأنت دخلت في العمل السياسي واعتليت منصب يعتبر من أعلى المناصب في البلد، وكنت وزير سابق، وحاليا أنت أستاذ تدرس في جامعة الكويت الهندسة والبترول. ما هي وجهة نظرك عندما يطرح عليك هذا السؤال أيهما أولى؟ وربما أنت لديك تجربتين، التعليم والتربية والسياسة، ومن خلال خبراتك وتجاربك أيهما أولى ترى، العمل السياسي أم العمل التربوي؟ تفضل دكتور. أنا أولا ابتداء كنت تربوي قبل أن أكون سياسيا. نعم. وأيضا رجعت مرة أخرى إلى العمل التربوي. يعني تحديد الأولويات أو القول بأن العمل التربوي أهم من العمل السياسي أو العمل السياسي أهم من العمل التربوي، يعني من الصعب جدا أن نضع الفاصل بينهم. وإنما كما قلت في بداية البرنامج أستاذ جاسم، أن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. فقرار سياسي واحد قد يصنع الحقيقة تاريخ لأمة، بينما العمل التربوي عمل يعني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى 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 جهد. وما في شك أن التربية هي الأساس، لكن أيضا اليوم نحن نعيش في عالم متسارع، والعالم المتسارع يتطلب اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم المناسب،
وبالفعل يعني القرارات السياسية الصائبة قد ترفع الأمة رفعات كبيرة جدا. نعم. في الوقت اللي مطلوب فيه أيضا في نفس الوقت أن نركز على الجانب التربوي اللي هو يعني يطول سنوات. نعم. يعني الأولويات هنا يعني بالفعل تربية وسياسة وليست فصل نقول هذا أولى من هذا. لكن لو رجعنا دكتور يعني رشيد إلى حتى دعاة الإصلاح يعني على مستوى المفكرين المثقفين بل حتى على مستوى الحركات الإسلامية لا تجد هذا التصنيف عندهم، يعني في حركات إسلامية إصلاحية رقم واحد عندها السياسة، في حركات إسلامية إصلاحية رقم واحد عندها التربية. صحيح. طيب يعني لابد أن نحدد أيهما أولى، لو قلنا هذا مهم وهذا مهم طيب إذا معناته نحن الآن يعني سنسير بنفس هذه الوتيرة ولا نتقدم طالما نحن لم نتخذ قرار، ما في قرار واضح عندك في الموضوع؟ والله شوف هو موضوع التربية ما في شك أن يعني ممكن يعني على المدى البعيد يحدث تغيير هائل بالأمة، وهو الأهم لأن الآن يعني الأمة يعني حتى تبنيها تحتاج إلى أن تضع الأساسات الصحيحة، والأساسات الصحيحة لا تضعها السياسة إنما تضعها التربية. نعم. إنما السياسة تستطيع أن تقيم أو تنشئ أمران سريع على هذه الأساسات التي بنيت بالجانب التربوي. نعم. فأنا أقدر أشبه التربية كأنها بالفعل هي الأساسات. نعم. أما السياسة التي تتخذ القرار السريع والمنهج السريع تقيم أو تنشئ هذا البنيان على هذه الأساسات الثابتة. نعم دكتورة فائقة أستاذ مشارك في علم النفس التربوي، يعني من التخصص أعطيتيني إيحاء أنك ستجيبني بأن التربية رقم واحد والسياسة رقم اثنين، لكن يعني هل تخصصك يملي عليك هذه الإجابة أم لديك رأي آخر على الإجابة لهذا السؤال أيهما أولى العمل السياسي أم العمل التربوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملي يمكن يعني في الوهلة الأولى حتى بالنسبة لي أنا بقول العمل التربوي أو الإصلاح التربوي. نعم. لكن يعني من يضع الأسس السليمة لعملية الإصلاح التربوي؟ لابد أن يكون في سياسة حكيمة حتى تضع هذه الأسس لعملية التربوي. ما هو الإصلاح؟ يعني مثلا إحنا بنقول التربية كل الدول المتقدمة بدأت على أساس عملت أول حاجة عملتها بدأت بالتربية إن هي بتنشئ أجيال، وهذا ممكن يعني على حسب طبيعة المجتمع أو طبيعة البيئة اللي هم موجودين فيها حتى يكون تنشئ أجيال يساعدوا في بناء المجتمع. فطبعا أنا إذا كنت أنا أبغى المواطن اللي هو يستطيع أن ينهض بالمجتمع، وهذا طبعا إذا نظرت برضو للأساس التربوي، الأساس التربوي اللي موجود يبغاله إعادة إصلاح في كل المجتمعات. يعني زي ما نقول نعيد نرتب ونطلع الإنسان الناشئ الحر اللي هو يؤمن بالحياة، يعني يستطيع أن يختار في الحياة، أن يبدي رأيه، أن يشارك في اتخاذ القرارات، الإنسان المواطن، الإنسان اللي يشعر بالانتماء ويخاف على وطنه ويحافظ عليه. طبعا هذه بتساهم في الإصلاح السياسي إلى حد ما. طيب يعني إذا معناته ترين رقم واحد السياسي الاثنين مع بعض، أنا أقول الاثنين مع بعض، ما فيش يعني ما عندي الأول السياسة تصلح اللي هي بتشرع بتضع القوانين التربوية أو الأسس اللي نحن نبني عليه. طيب يعني معناتها يعني مثلا لما بقول أنا عندي في مجتمعي بدي أعمل عندي أهداف للتربية. نعم. طيب أهدافي التربوية هذه أن أطلع مواطن صالح أو نعم. مواطن يساهم في تفاعله مع المجتمع أو في بناء المجتمع. سياسية. وهذه قضية سياسية. طيب. نعم. طيب هذا المواطن شكله إيه أنا اللي أبغاه؟ هذا المواطن الصالح اللي أنا كسياسة إيش هو الشكل اللي أنا أبغاه فيه؟ فهنا لما يكون في إصلاح سياسي يؤدي إلى إصلاح تربوي. نعم. أستاذ عبد العزيز قاسم ونسمع وجهة نظرك في السؤال ما زال مطروح أيهما أولى العمل السياسي أم العمل التربوي؟ والله أنا سأجيبك يعني بنفس إجابة الدكتورة الحقيقة، لأنه ما نستطيع ويتأكد هذا في حالتنا العربية الراهنة أنه لا نستطيع أن نتجه بالكلية إلى التربية كما مثلا في الدول المستقرة سياسيا من دول العالم المتحضرة، ولكن في مجتمعاتنا العربية وفي ظروفنا الراهنة أرى أنهما خطان متوازيان
مع بعضهم البعض. صحيح أن المجال السياسي له مجاله واختصاصه، وأيضا التربوي له مجاله واختصاصه، ولكن هما مكملان لبعضهما ويؤثران في بعضهم الآخر. طيب أنت تقول هذا الكلام لو كان عندك بعض الناس يقول نظام سياسي حر ربما فعلا تستفيد، لكن إذا كانت عندك الأنظمة في الغالب بنظام مقولب، طيب إذن دخولك في السياسة وخروجك من السياسة لا يقدم ولا يؤخر، ما هو تعليقك على من يقول مثل هذا؟ لا أبدا، أنا أقول الآن مع الانفتاح اللي ساير الآن لا ضروري أن يتبادر المثقفون والعلماء والمفكرون وأهل الشأن في التأثير على السياسي. أنا قلت أنهما يعني يؤثر في أحدهم الآخر. دعني أضرب لك نموذج. نعم. الآن ما الإرهابيين اللي ابتلينا بهم وابتلت المجتمعات الخليجية والعربية بهم، ما يفعلهم ممارسة سياسية. نعم. من إخراج الغربي من جزيرة العرب والأدبيات اللي بنوا عليها وما يقوموا به من تفجير وكذا ممارسة سياسية، ولكن السبب أنهم لم يتلقوا تربية صحيحة. طيب إذا معناتها الآن التربية هي رقم واحد؟ أنا أقول الآن في هذه الحالة، لكن أنا أعطيك نموذج آخر أن السياسي أيضا يؤثر على التربية. السياسي على امتداد تاريخنا العربي المعاصر قولب مناهج التعليم والتربية بما يوافق هواه بما بحسب رؤيته، فغابت كثير من معاني حرية التعبير، المساواة، العدالة، أشياء كثيرة بسبب نظرة السياسي التي ينظر إليها. والآن يا شيخ جاسم يعني الدعوة إلى تغيير المناهج هذه دعوة سياسية بالدرجة الأولى ومفروض علينا فرضا. إذن أيضا السياسي يؤثر في التربوي بنفس القدر الذي يؤثر التربوي في السياسي، فلذلك لابد أن يكون في مسارين. طيب لو أعطيناك الآن نسب مئوية قلنا لك وزع لنا عندك سياسة وعندك تربية 50% هنا 50% هنا لهذه الدرجة. نعم. طيب شيخ محمد نسمع وجهة نظرك والسؤال ما زال مطروح، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا سمعت مصطلحات يعني مثلا التربية والسياسي ثم التعليم. نعم. فهل هناك خلط بين التربية والتعليم؟ هذا شيء. ونقول التربية والتعليم في مقابل السياسي؟ أنا لا أؤيد هذا. أنا أقول التربية شيء والتعليم شيء والسياسي شيء آخر. هذا نعم. الأمر الأول. الأمر الثاني أن أقول ما هو هدف السياسي وما هو هدف التربوي ثم ما هو الأصل؟ هل الأصل التربوي والتربوي ينتج السياسي؟ عدم وضوح الأهداف سبب الخلط. نعم. أشرت أستاذ جاسم إلى الحركات الإصلاحية ونشوء الخلاف فيها ولا يزال السؤال مطروح من أين نبدأ. والشيخ محمد الغزالي ألف كتاب من أين نبدأ، من هنا نبدأ، هل بيصلح المجتمع أو بيصلح السياسي. لا يزال هذا السؤال قائم ولا يزال الخلط قائم، وما أشار إليه أستاذ عبد العزيز من الحركات اللي حصلت هي كلها بسبب الخلط. نعم. بين السياسي وبين التربوي من جهة. لما نأتي إلى السياسي نجد أن السياسي طريقته في الحياة تتمشى مع ظروف معينة، وربما أنه يعتنق الدبلوماسية أكثر من غيرها، يعني عدم الوضوح. وبنما بالنسبة للتربوي فالتربية لابد أن تكون واضحة المعالم، معلومة الأهداف، الجميع يراها، كما يقال بإدارة الجودة الشاملة، بمعنى أنه كل يعرف ماذا سيكون، لأن عملية تربوية وعملية محدثة. أضف إلى ذلك أن تربية من ربى إذا نمى، فهي عملية تنمو تنمو تنمو، فهي من يسقيها؟ هل تستغني عن سقي السياسي؟ لا، لا تستغني عن سقي السياسي. نعم. لكن السياسي يسقيها ولا يسيسها. نعم. السياسي يسقي التربية ينميها لكنه لا يسيسها. نعم. طيب العفو شيخ محمد، الآن لو أخذنا نموذج صلاح الدين مثلا، كل التحليلات والأبحاث اللي أنا قرأتها في صلاح الدين يقول لك نعم هو قائد سياسي، لكن لو قرأت تاريخه لوجدت أنه تربى في مناهج تربوية مميزة جدا. نعم. هذه المناهج التربوية هي اللي خرجت لك هذا الرجل. نعم. وكل قائد في العالم لو تتبعنا سيرته لوجدنا فعلا أن التربية رقم واحد. نعم. أنا أعتقد الآن سؤال، لو أعطيت للسياسة 50% والتربية 50%، ما ترى أنه هذا قرار خاطئ؟ أنت تميع الاثنين معا؟ أنا لن أحتاج إلى النسب أصلا في وجهة نظري أنا، وأحترم وجهة النظر الآخر. أنا لا أحتاج إلى النسب لاختلاف الظروف، اختلاف النشأة، اختلاف البيئة، اختلاف الوعي. أنت تتحدث عن مجتمعات متخلفة. لا، أنت الآن لو عندك 1000 ريال. نعم. وعندك دائرتين. أيوه.
دائرة سياسية ودائرة تربوية، أين تصرف الألف؟ إذا كنت في مجتمع واع سياسيا سأصرفها في التربية حتى أرفع مستوى. طيب. إذا كنت في مجتمع واع تربويا لكن منخفض سياسيا سأصرفها في السياسة حتى أرفع مستوى السياسة. واقعنا العربي والإسلامي أين واقعنا تصرف؟ العربي والمجتمعات العربية هي طبيعة المجتمعات على طبيعتين، إما أن تتكون وإما أن تتكوم. طيب. المجتمعات العربية مع الأسف تكومت تكوما، ولعل معالي الوزير يعني يعرف أنه إحنا نعيش ثقافة نفط في أكثر من مجتمع عربي. فلذلك مجتمعاتنا تكومت تكوما لا تدري من الأسفل والأعلى، بحاجة إلى غربلة، بحاجة إلى تصنيف، بحاجة إلى إعادة التشكيل، بحاجة إلى بث الوعي سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تعليميا تربويا في جميع مناحي الحياة، كل يتحرك من مكانه. نعم دكتور رشيد، نسمع تعليقك على هذا الحوار الذي دار مع الشيخ محمد، تفضل. والله طبعا واضح من الحوار اللي دار الشيخ محمد السيد عبد العزيز والدكتورة أن عملية الفصل بين الاثنين صعبة، وهي وهناك تداخل كبير. فأنا في أؤيد الحقيقة أو أؤكد على كلامي سابقا بأن السرعة إذا أردنا أن نحدث يعني قفزة سريعة فيجب أن يكون هناك قرار سياسي. والتربية من ما تفضل الأستاذ محمد ينمو يربو من 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 والعملية النماء هو عملية طبيعية يعني تأخذ وقت. لكن إذا جئت إلى مجتمع بدائي، مجتمع لا يوجد فيه أنظمة تربية، هنا تحتاج إلى قرار سياسي وبعد ذلك تتجه بالتربية تأخذ مسارها الطبيعي. طيب يعني هم يستشهدون يعني في نصوص كثيرة مثلا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. فيقول لك السلطان يعني قرار، القرآن يعني منهج تربوي. صحيح. حديث آخر مثلا عن عمر الخطاب يقول يا معشر العرب الأرض فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. معناته القضية قضية سياسية. طيب إحنا الآن إذا قلنا تربية معناته تركنا العمل السياسي واتجهنا للتربية. أنا أشوف أنه ما زلنا قاعد تطرحون الآن خلونا نوفق بين الأثنين. يعني إحنا إيش نجامل في قضايانا؟ يعني إحنا ربما نجامل في علاقاتنا ممكن، بس هذه قضايا فيها تشخيص، فيها تقدم أمة، فيها حضارة. هل المجاملات اللي عندنا إحنا كعرب عموما قاعدين نسقطها حتى على الفكر؟ أسمع الجواب بعد الفاصل من الدكتور رشيد، ونقف قليلا مع برنامج أولويات، وأولويات يجعلنا نحسن قيادة الحياة. تابعوا معنا. نرحب بكم من جديد مع برنامج أولويات، وما زلنا نناقش قضية أيهما أولى، العمل السياسي أم العمل التربوي. الدكتور رشيد طرحت عليك سؤال، نحن العرب اشتهرنا بالمجاملات والكرم والأخذ والعطاء، لكن هل فعلا هذه المجاملات حتى على حساب المفاهيم والأفكار؟ لا نريد أن نفصل ونقطع أيهما أولى، العمل السياسي أم العمل التربوي. البعض وزع 50-50%، والبعض قال هما يعني متداخلان، فما هو تعليقك على هذا؟ تفضل دكتور. الحقيقة خلينا أيضا نستفيد من تجربة الإسلام عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ركز في 13 سنة على موضوع التربية في مكة، يعني لم ينتقل إلى العمل السياسي إلا بعد ما هاجر إلى المدينة، وبدأت الحقيقة معالم الدولة الإسلامية تتضح. فما في شك أن التربية هي الأساس، أساس كل يعني إذا أردت أن تحدث تغيير في أي مجتمع لن يتغير هذا المجتمع حتى بوجود ساسة جيدين ما لم يكن النظام التربوي الحقيقة السليم. طيب لكن دكتور تعرف إيش اعتراض من يرى السياسة أولاً؟ يقول لك حتى 13 سنة في مكة المكرمة ما كانت تربية، كانت سياسة. نعم. يقول لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده اجتماعات خاصة، وكان يخطط للمستقبل،
وكان في جلسات سرية، وهذه كلها سياسة. المنهج التربوي نعم، لكن الإجراءات سياسية. هو الحين حقيقة احنا قاعد نعيش اليوم في عالم عجيب. يعني أمانة يعني اليوم العالم يدار ليس بالسياسة بعد، يدار بالاقتصاد مثلا على سبيل المثال. يعني الاقتصاد تدير السياسة، والسياسة تدير الأمور الأخرى. فالحقيقة اليوم يعني المجتمعات اليوم هي ليست المجتمعات البسيطة جدا اللي كانت على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالموضوع الآن يعني حقيقة يجب أن ننظر له بموضوع عصري أيضا. اليوم بقرار واحد تستطيع أن تتخذ خطوات هائلة جدا بقرار واحد فقط. نعم. يعني وأنا لي تجارب الحقيقة في 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 مجال العمل السياسي. يعني طيب أنت رأيت من هذه التجربة فيها فائدة أو فيها منفعة فعلا؟ ما في شك إنه، لكن أنا مرة أخرى أقول إذا خيرت بين أمرين أن أكون سياسيا أم تربوي. أو أكون تربويا، ما في شك إن كلام الأستاذ محمد صحيح، إن السياسة اليوم بدأت يعني تتخذ ألوان عجيبة، هي عدم الوضوح وعدم الكذا واللعب على الحبلين وما إلى ذلك. هذه التكتيكات السياسية اللي يسمونها اليوم، ها هذه ما كانت موجودة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في منهجه السياسي كان واضح، يعني ما كان صادق، كان أمين، كان اليوم إن لم تكن كذا، إن لم تلعب على الحبلين، وإن لم تكن مغلف بحيث الناس ما تعرف يعني باطنك، لن تكون سياسيا ناجحا. نعم. وهذا حقيقة الإشكالية اللي نقع فيها اليوم. نعم. دكتورة فائقة، لو عندك مليون ريال أين تنفقينها؟ على دائرة تربوية ولا دائرة سياسية؟ تفضلي. أنا أنفقها على دائرة تربوية. يعني ماذا تفعلين؟ تأسسين مدرسة مثلا؟ أسس مدرسة، أعمل، أحط برنامج يعني تربية سليمة على أسس أنه أربي الإنسان الناقد، أربي عنده التفكير الناقد، أترك له مجال أنه اختيار، أنه يعني يبدي رأيه ويساعد في اتخاذ القرار. فهنا أحط برنامج بحيث أنا أطلع الإنسان اللي هو الإنسان. طيب وليش ما تصرفينها على الدائرة السياسية؟ يمكن بحكم تخصصي، يعني أنا أمين أني أنا أكون إذا أصرفها على المجال التربوي، لأنه الإصلاح السياسي يعني ممكن هدول الأفراد مستقبلا ممكن يكون بعد كده في إصلاح سياسي. يعني هذه الأفراد الواعيين اللي عندهم قدرة على التفكير الناقد والنقد البناء، الأشياء دي كلها ممكن يكونوا قادرين فيما بعد أنهم هم يعملوا إصلاح سياسي. طيب نحول المليون حق الأستاذ عبد العزيز قاسم. استلمت مليون أنت الآن وأمامك دائرتين تربوية سياسية، قل لي تصرف 50% 50% كمان؟ أصرفها كاملة على الميدان التربوي، وليست إجابتي تناقضا مع ما سبق أن قلت. يعني كيف أن تأخذ 50% سياسي و 50%؟ إجابتي يعني ستأتيك في نهاية الحقيقة. سأصرفها كاملة على الميدان التربوي لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها أننا إذا لم ننتج جيل يفهم السياسة ومثقف سياسيا من خلال التربية فيعني جهدنا ضائع. هذه واحدة. الأمر الثاني، هناك شاهد على ما نقول، الانتخابات البلدية الأخيرة لطالما نادى المثقفون من أزمنة بعيدة أن بالانتخابات وإعطاء المواطن حرية الاختيار ويعني عملوا أشياء كثيرة. طيب. إلى أن أتاح ولي الأمر حرية الانتخاب للمواطنين، ما الذي حصل؟ يعني هناك عزوف كبير من المواطنين في التسجيل في الانتخابات، يعني وجدنا أنفسنا إذا مشكلة فعلا يعني جلسنا نتأملها. طيب إيش المشكلة؟ إنه ثقافة الانتخاب لدى المواطنين غير موجودة، وهذه لا تأتي إلا بالتربية. نعم. من خلال وسائل التربية. إذن أنت المليون تصرفها على دائرة تربوية. الآن خلينا ننتهي، دعني أنتهي، أصرفها على هذه. يا سيدي الأمر الثاني، أنا لا أتعب نفسي في قضية الإصلاح السياسي، لأن العمة كونديليزا رايس أتت ملوحة بعصاها وستفرض يعني إصلاحات سياسية على النظم العربية، فلا يعني يذهب مالي سودا، فأنفقها في التربية، هناك من سيتكفل في قضية الإصلاحات السياسية. الشيخ محمد، ما رأيك بالكلمة الختامية اللي ختم فيها الشيخ عبد العزيز؟
نعم. الحقيقة يعني نحن مجتمعاتنا مجتمعات مستجيبة قائمة على الآخر. ليست صاحب قرار، صحيح هذا الكلام. لكن هل سنستمر على هذا؟ يعني أنا لي تعليق على ما يطرح. يعني أحيانا مثل ما ذكر الدكتور بأنه صحيح مجتمعات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت في التربية وكذا، هذه ظروف نشأة. إلى متى ونحن سنعيش ظروف النشأة دائما نشأة؟ إذا متى سنصل إذا كنا سنعيش هذه؟ نعم نحن أقول لكم مجتمعات مستجيبة، مجتمعات لا تملك مقومات الحياة المستقلة، تقليديون يعني بدرجة كبيرة جدا، قائمون على الغير، هذا واضح جدا. لكنني أيضا أكرر بأن الاقتصاد اليوم هو الذي سيحرك اللعبة كلها. طيب يعني أنا سألت في حوار في مجلة الإسلام تودي من أين نبدأ الإصلاح، هذا السؤال. نعم. فقلت نبدأ من الاقتصاد، لا من السياسة ولا من الاجتماعي ولا من التربية الاقتصاد. نحن نعيش لا من السياسة ولا من التربية، لا نبدأ بالاقتصاد. خلي الآن هو كما يقولون في الهرم الحاجات الفسيولوجية الأولى، أباكل بشرب بعدين أفكر، بعدين يجي الأمن، بعدين يجي الحاجات هذه بعدها. فأنت الآن أنت قاعد تناقش مسألة الخبز، خلينا ننهي مرحلة الخبز وبعدين ننتقل اللي بعدها. طيب لكن ما في حالة، في الحالة اللي قاعدين نعيشها الآن. طيب والأخوان الموجودة، يعني أنا عندي أمامي مساعة، قلت لك أنا مثلا كلمة محمد عبده، أعوذ بالله من ساسة ويسوس وكل مسوس. الشيخ الألباني الله يرحمه مثلا قال من السياسة الآن ترك السياسة. طيب أولا طيب حسن البنا مثلا شوف كلهم مصلحين، قال أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقوم لكم على أرضكم. جميل. يعني كل هذه الأقوال تفهم منها ابتعدوا عن السياسة. طيب. ولا ما هو تعليقي؟ تعليقي أولا هذه أقوال في صف واحد، أنت لو بحثت عن أقوال آخرين يرون الرأي الآخر لو وجدت أضعاف مضاعفة. نعم. كذا الأمر الثاني أن هؤلاء يعني الشخصيات اللي أنت ذكرتها تعبر عن وجهة نظرها. فهي وجهة نظر محترمة، أنا أحترم الآخر مهما كان، فهي وجهة نظر محترمة تبقى. يعني الأمر الثاني أنت ذكرت قبل ذلك نصوص نبوية ونصوص مقدسة، تعاملنا مع النصوص يحتاج إلى إعادة نظر. الحقيقة النص مقدس لكن الفهم غير مقدس. نعم. قد تفهم منه شيء وأفهم. نحن الآن يا سادة لا ندعو لفهم النص فقط، ندعو إلى تأويل النص والتوسع وربط النص بالواقع. أيهما تقرأ أنت؟ أيهما تقرأ؟ تقرأ الواقع أولا ثم النص، أو تقرأ النص ثم تنزل على الواقع؟ طيب ما هو تعليقك على النص اللي ذكرته إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان؟ نص صحيح. طيب ولكن هل أنزله على كل واقع وفي كل ظرف؟ لا أستطيع ذلك. ربما تكون اليوم كلمة السياسي ولكن غدا كلمة التربوي وغدا بعده كلمة الاقتصادي. ولذلك حتى السياسي يتقلب أو يتغير ويتحدث، وهذه إيجابية ليست سلبية، مع الظرف. فلذلك في يوم من الأيام يكون اللقاء والاجتماع والاحتفاء والاحتفال والضخ كله في مجال الاقتصاد، نعم. مرة أخرى في مجال التربية والتعليم. وهذه هي السياسة الحكيمة. فإذا نحن نحتاج إلى أبعد من قراءة النص، إلى فهم النص، إلى تأويل النص، إلى تطبيق النص. الذي يحصل يا أستاذ ياسم والكلام الجميع أننا نغتصب النصوص اغتصابا عند التطبيق، ونلوي عنقها حتى نطبقها على مجتمع قد لا يكون صالح لتطبيقها، على ظرف لا يكون صالح للتطبيق، على بيئة غير، يعني بينك وبين الوعي 100 صف فاضية. أرد من هو ثم طبق لي النصوص. طيب نعطي مشاركة للأخوة والأخوات، أنا شايف بعض الأيادي بدأت ترتفع. تفضلي نسمع تعليقك. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لرأيي فإن التربوي يغلبوا على هلا اثنين بيكملوا بعضهم، لكن التربوي يغلبوا على السياسة. ففي بعض البلدان السياسة لا تفيد بشيء، بل إنه ممكن أن تتراجع بسبب أشياء شتى، كما وأحدها كما ذكرت في السابق بسبب عدم ترتيب الأوراق. لكن بفضل بعض الأشخاص المتعلمة فسوف يبنى البلد من جديد. فبرأيي نعم التربوي هو أهم من السياسة. التربية رقم واحد. إذن. نعم. أنت هذا ما ترينا، والسياسة تتأخر اثنين. في هذه الحالة ممكن أن يكون لها دور لكن لا التربية في نعم. طيب نأخذ مشاركة أخرى من الشباب. تفضل. السلام عليكم. السلام. أنا من رأيي أنه اتفاق الدكاترة كله يعني على وجهة نظر واحدة. يعني مثلا بنقول انه التربوي بيكمل السياسي والسياسي بيكمل التربوي. نعم. بس ايش هو اللي وصلنا لهيدا النقطة؟ لما بنقول نحن نختار اولوية، يعني اولا التربوي او السياسي. نعم. يعني بنكون نطرح سؤال كأنه نحن بالنقطة الصفر. نحن مالنا بالنقطة الصفر، يعني فايتين يعني بالسياسة وفايتين بالتربوي. طيب. انا من رأيي
ذكر نقطة سماحة الشيخ إنه السياسي والتربوي بده غربلة وتصليح. نعم. يعني عشان نغير شيء ما فينا نرجع لنقطة الصفر، مستحيل. طيب عشان نبلش بالتربوي وبعدين بنفوت بالسياسي. طيب أنا لو سألتك سؤال، أنت الآن وأنت تدرس وتتخرج، ما هو النموذج الذي تشاهده لنفسك؟ أنت ماذا تفضل، أن تكون سياسي إذا كبرت ولا تكون شخص تربوي؟ ما هو وجهة نظرك؟ أنا أكيد حكون تربوي. طيب يعني ليش كلمة أكيد قبل لا تجاوب على تربوي؟ ليش الأكيد؟ يعني لأنه التربوي بيسمح إن نطلع جيل لتكون عندنا سياسة أفضل. طيب إذا معناته وجهة نظر ويكون عندنا نقاط يعني مشتركة. طيب إذا معناته أنت ترى إنه التربية رقم واحد. أيوة. إذا أنت لا ترى هناك تكامل. لا لا، أرى أن هناك تكامل في هذا الوقت، أما إذا رجعنا إلى الوراء إلى نقطة الصفر فسنجد أن التربوي هو اللي أنشأ السياسي، مش السياسي اللي أنشأ التربوي. طيب دكتور رشيد، تعليقك على المشاركتين، الأخت ترى التربية رقم واحد والأخيرة التربية رقم واحد، ما هو تعليقك على جيل الشباب وهذه نظرتهم؟ يعني قال أيضا الشيخ محمد كلمة طريفة، إن الآن إحنا ليس في من بداية الجسم، إحنا الآن مجتمعات متطورة، يعني لن نعود من جديد ننشئ مجتمع. المجتمعات المتطورة اليوم تتطلب قرارات يعني صائبة تتناسب مع تسارع الأحداث حولنا. يعني على سبيل المثال خذ الآن المؤسسات الاقتصادية الضخمة، عندما يكون فيها خلل أول ما يبحثون عنه كيف تصلح هذه المؤسسة، يبحثون عن رئيس مجلس إدارة أو مدير يستطيع أن يحدث التغيير السريع والكبير في هذه المؤسسة. لا يأتون إلى القاعدة ويقول والله خلنا نزيد إنتاجية الموظفين أو خذ، يأتون إلى القيادة. القيادة اليوم الحقيقة مهمة جدا، وهذه القيادة هي السياسة. من الذي يتخذ القرار؟ هو القائد. يعني في اعتقادي في الظروف اللي حنا قاعد نعيشها اليوم مع أهمية التربية، وطبعا مصادر التربية موجودة عندنا، القرآن والسنة، يعني هي ما في عندنا مشكلة في الموضوع هذا، هي المشكلة في اتخاذ القرار. نعم. اتخاذ القرار عادة يكون مرتبط مع السياسي. نعم. نشوف استعليق الشيخ محمد على هذه النقطة، وخاصة أنك تعلم بأنه الآن في مجتمعاتنا وفي بلداننا يعني كل الميزانية في الدولة لو حللناها لوجدنا أن مصاريفها السياسية أكثر من مصاريفها التربوية، علما بأنكم كلكم الآن تؤكدون وتقولون أن التربية مع السياسة نعم يتكاملان، لكن نقدم عليها التربية لأنها هي اللي ستخرج لنا الجيل. طيب ما هو تعليقك على قضية القرار وعلى قضية المصروف؟ تفضل. أبدأ بالمصروف، يعني قد يكون هذا موجود لكن ليس علامة صحة. يعني هذا يدل دليل على أن الوعي لدينا لا يزال منخفض، والإيمان بأهمية التربية لا يزال منخفض، لكن هناك مزاعم بأنه يتم إنفاق. نعم. وإنفاق باهظ جدا على التربية، لكن تريد أن تبحث أو تسأل سؤال آخر، ما هي التربية التي ننفق عليها؟ هل هي تربية تعليمية نظرية أو هي تربية تطبيقية؟ هذا السؤال. كم عندنا من المعاهد الفنية المهنية؟ نعم. ولكنها نظرية، أين صناعاتنا؟ هذا السؤال. التطبيق إلى الآن لم نصل إليه. نعم. أما مسألة القرار فكما تفضل يعني معالي الدكتور، الحقيقة نحن نعيش في عصر، هذا العصر يمكن أن نلخص صفاته بثلاث، أنه عصر معقد وعصر مصلحي وعصر سريع جدا. فالقرار ما لم يكن يراعي مثل هذه الأشياء أو هذه القواعد أو هذه السمات فسوف يصبح قرار غير إيجابي وغير منتج. ففعلا القرار اليوم قرار السياسي سيحول منهج، لكن القرار الواعي، نحن كساسة أو اقتصاديون أو تربويون هدفنا من؟ إنه الإنسان كما تفضلت الدكتورة. نعم. الإنسان إذا كان هدفنا الإنسان فعلينا أن نسعى إلى تغيير الإنسان. لكن هل هذا واقع؟ لا، ليس بواقع. ليس بواقع لا على المستوى السياسي واقع ولا على المستوى التربوي واقع. ممكن واقع على المستوى النظري، لكن مستوى التطبيقي لا جدا. الإنسان يعاني
نعم الإنسان يعاني، فلذلك نحن نقول الإنسان أولا. ولذلك يقولون في علم الإدارة أنه إذا أتت النتائج على غير المطلوب لا تغير ما تفعل ولكن غير من أنت. نعم فنحن نحتاج أن نغير من نحن وما هي نظرتنا للإنسان. نعم دكتورة فائقة حقيقة يعني أحب أسمع تعليقك على هذه القضية، والآن وكأن القضية خرجت من إيدنا لا من سياسة ولا من تربية، ما هو تعليقك دكتورة؟ لا هي في الحقيقة يعني إحنا بنقول أنه مثلا أي تربية زي بأكد حكاية أنه هدفنا في النهاية هو الإنسان اللي بيعيش في مجتمع معين، أي إن كان هدفه هو تطوير المجتمع وتنمية هذا المجتمع. لكن يقولك حتى الإنسان الموجود ليس بالإنسان الذي تريدينه، لا تربويا ولا لا سياسيا. هو يعني لا هو كيف نخليه يكون موجود؟ يعني إحنا الآن بدنا نسعى إلى يعني نوصل إلى نقطة إنه كيف ممكن نخلي الإنسان هذا هو الإنسان. يعني إنسانيته ونحترم إنسانيته كما يعني نزلت في القرآن الكريم. طبعا يجي بالكلام اللي هو بالإصلاح السياسي. الإصلاح السياسي أو يعني إيش بنقصد به؟ إنه هو احترام الفرد هذا، احترام كينونته، ترك له مجال الاختيار في الحياة، مجال الاختيار في التعليم، مثلا عنده قدرة على المشاركة في يعني يشارك في اتخاذ القرار. طيب يعني احنا حتى لو دخلنا الى المناهج، يعني انا حسب ما قرأت بعد ما ألقيت قنبلة هيروشيما في اليابان تم صناعة جديدة للمناهج في اليابان، وكل كتاب يعني كل منهج اخذ رقم سري خاص، واصبح حتى في قوانين اليابان اللي طلع منهج عقوبته كعقوبة مهرب المخدرات، هذا يعني اعدام، والمناهج كلها مناهج خاصة، إلى أن قضوا هذه الأزمة وتم تخريج طلبة متميزين على هذه المناهج، وتم إعطاء معاش للمدرس يساوي معاش الوزير. يعني هنا رؤية واضحة. لما أنا أقول للتربية رقم واحد، أنا عندي كثير من السياسات لازم أخذها في البلد لأنه التربية رقم واحد. لما أقول السياسة رقم واحد، أنا عندي كثير من السياسات اللي أنا أرى الآن في واقعنا سياسة رقم واحد. وأسمع تعليقك بعد الفاصل إن شاء الله. نقف قليلا مع برنامج أولويات، وأولويات يجعلنا نحسن قيادة الحياة. نرحب بكم من جديد مع برنامج أولويات، وما زلنا نناقش قضية مهمة جدا، أيهما أولى، العمل السياسي أم العمل التربوي؟ دكتورة فائقة، تعرضنا لتجربة اليابان من حيث المنهج ودقته وتميزه وأهميته، ثم المعلم والرواتب اللي كانت تدفع ومساواة بمعاش الوزير. تفضلي دكتورة فائقة. نحن بقولنا الإصلاح السياسي اللي هو بيهتم بالإنسان كإنسان. طبعا ما هو المطلوب من الإنسان هذا؟ الإنسان هذا مطلوب منه سلوكيات ومهارات معينة إنه هو يستطيع في النهاية بيساهم في بناء المجتمع. هذه مثلا السلوكيات إنه هو إنسان يتقبل الآخر، يتفاهم مع الآخر، يعمل في المجتمع أو يعمل مع الآخرين كفريق، يعني كفريق عمل، يحس بالانتماء، الانتماء لوطنه، وعنده قدرة على اتخاذ القرار زي ما قلنا قبل كده، قدرة على النقد البناء. طيب دكتورة كل اليابان الأشياء. اليابان واضحة، هل أنت واضحة الحين؟ أي نعم. أنت ترين مناهجك واضحة؟ لا طبعا. طيب ما يعني إذا معناته حتى في العمل التربوي لا الآن ما عندنا وضوح. أيوه ما في هنا ما نعرف ماذا نريد أن نخرج، يعني أبناء الطلبة. أنا بقول إن إحنا الآن نبغى نعمل الإصلاح، يعني إحنا إيش نبغى؟ خلني نبغى أنا الموجود هل واضح ولا غير واضح؟ لا الآن الموجود اللي بيطلع لي إنسان يقرأ ويكتب فقط بس هذا الموجود. وبالتالي لو صار هذا الشخص وتخرج ودخل في السياسة حيصير سياسي يقرأ ويكتب فقط لا تخطيط يسمع ويطير وينفذ أوامر وكل شيء. نسمع دكتور رشيد تفضل. حقيقة يعني هنا الآن يكمن الخلل طبعا. الخلل الموجود عندنا
في النظام التربوي هو أن نصنع قوالب بشرية متشابهة كلها شهادات وما إلى ذلك. الحين لو خلينا تجربة أعظم دولة في العالم الآن اللي تدير العالم الولايات المتحدة الأمريكية، من الذي صنع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل النظام السياسي أم الأفراد الذين هاجروا من أوروبا كلهم طموح وكلهم رغبة في 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 عالم جديد، ها؟ واستطاعوا أن يبنوا يعني حقيقة أمة حكمت العالم. لم يكن هناك نظام سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بل طبعا أخذ وقت حتى حروب وما إلى ذلك، حروب أهلية أن تكون النظام السياسي. فالذي يصنع الحقيقة التغيير هم الأفراد. نعم. والأفراد يجب أن يكون منهجهم التربوي والتعليمي مبني على يعني تطوير الفكر أكثر من مجرد تعليم المعلومة. نعم، نأخذ مشاركة للأستاذ عبد العزيز. ربما أنا أخالف الدكتور في ما اتجه إلي في المقارنة. الحقيقة أنا أرى هنا المقارنة يعني ليست صحيحة، مقارنة مجتمعاتنا العربية بوضعها الراهن بالولايات المتحدة أرى هنا يعني المقارنة غير صحيحة. يا أخي انظر صدام حسين الآن يعني كم جثم على شعب العراق، ووضع رؤيته السياسية وقولب المناهج بحسب رؤاه، وأدار شعب العراق كل هذه السنوات ولم يزح إلا عندما أتت أمريكا وأزحت، لم يستطع الأفراد. فأنا والله ما زلت أقول إنه أيضا قرار التربية من يتخذه هو السياسي. نعم، إذا صلح السياسي صلحت التربية. طيب نأخذ مشاركات، أنا شايف الأخوات حابين يشاركون. تفضلي تفضلي نسمع مشاركتك أول. السلام عليكم. وعليكم السلام. السياسة واقعيا يعني السياسة تغلب لأنه بتفوت بحياتنا الاجتماعية على طول، يعني كل يوم في سياسة بحياتنا، مع أنه في يعني التربية أهمية كبيرة، لكن قاعد تشوفين السياسة هي رقم واحد. يعني حتى الرياضة صارت سياسة. طيب نعطي الميكروفون للأخت نسمع وجهة نظرك في الحوار الدائر هنا. تفضلي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الميكروفون. أنا مع العمل التربوي، مع أولوية العمل التربوي إذا قام على يعني كان قائم على أسس صلبة متينة عملية، ولو راح تاخذ جهد كبير معنا، بس بالتالي راح تؤدي لمجتمع واعي وبعدها إلى رجل سياسي صالح. نعم. يقيد الأمور. طيب مشاركة أخرى، شايف بعد في إيد هني ممكن تعطونها الميكروفون نسمع وجهة نظرك. يعني قاعد أشوف أنا الأخوات ما بين سياسي وتربوي قاعد أشوف. تفضل. السلام عليكم. أهلاً. أنا أظن أنه التربية هي الأساس، لأنها بفضل التربية يمكن استخراج سياسيين يحسنون يعني مستوى المجتمع. يعني التربية لو نزعنا التربية فما السياسة ليس لها أهمية من دون تربية. نعم، مشاركة أخرى الشباب نسمع وجهة نظر. حين بالنسبة للأخوات رقم واحد التربية، عندهم ما عدا أخت واحدة قالت العمل السياسي. نشوف الشباب هني. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى أنه العمل السياسي هو الأول. يعني صح أنه السياسة والتربية زي ما قال الأستاذ عبد العزيز أنه خطين متوازيين مع بعض، ولكن أرى أنه العمل السياسي هو الأساس. يعني بحكم أنه قرار سياسي زي ما تفضل معالي الوزير وقال أنه قرار سياسي ممكن يغير قرار أمة، فأرى أنه العمل السياسي ويعني مقدم على التربيه. نعم، مشاركه اخرى. تفضل نسمع وجهه نظرك. تفضل. طبعا احنا تعودنا دائما عندما يكون الحديث عن العمل السياسي نكون متحفظين، لكن لا خذ راحتك. انا ارى برضو اضيف راي الاخ اللي جنبي انه العمل السياسي هو الاهم. احنا لو رجعنا لتاريخنا نحن كامه في بدايه تاريخنا كنا تركيز على الجانبين، الجانب التربوي والسياسي. نعم. زي ما تفضل الرسول صلى الله عليه وسلم بدا دعوته بجانب تربوي، ولكن كان يمارس أعمال سياسية، والتوقيع على اتفاقية صلح الحديبية كان عمل سياسي وكان خدم الأمة بشكل كبير. السياسة هي أهم، لأنه بالسياسة نغير من التربية. نحن عندنا جامعات، عندنا يعني التربية أصلا موجودة، لكن العمل السياسي هو اللي نفتقده نحن، لأنه نحن أصلا الآن في الظروف الحالية بنواجه أخطار، بنواجه يعني الأمة الآن بتواجه من كل الجهات أخطار سياسية، فيجب أن يكون عندنا أساسة يقدروا يعني يتحملوا هذه المسؤولية ويتحملوا هذه. نعم، ناخذ مشاركة أخرى. من يحب يشارك الأخ أعطوه الميكروفون نسمع وجهة نظرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله بالنسبة للقرار فهو القرار السياسي أولى. نعم. بموجب عملنا نحن، أنا بالنسبة لي التاجر. إيه. فدائما طريقة السياسة هي اللي بتجيب لنا
الدخل وتجيب لنا ال فأنت داخل على السياسة من مصلحة الفلوس. أيوة السياسة هي اللي طاقة على ال طيب كيف خلينا نفهم كيف السياسة تدخل لك فلوس؟ والله دائما عندنا العملاء وعندنا بعض التجارة عندنا لازم يبارها طريق سياسي تيجي على العميل بالمكان اللي هو يبغاه. زين فهي قضية إذا مصلحية في الأخير لها مصلحة. زين بس أنا شايف الرجال أغلبكم سياسة والأخوات أغلبكم تربية يعني هل نصهم تجار لها علاقة يعني في الجنس البشري الموضوع نصهم تجار على فكرة يعني نصهم تجار اللي قاعدين. طيب تفضل أستاذ جاسم. أنا أقصد بالنسبة للعمل السياسي إحنا نضرب مثلا بالأبطال الأولمبيين أنا عندي بطل أولمبي ممكن أطلعه بقرار سياسي إن أفرغ الشخص هذا ويحقق لأمته ما لم يحققه إذا كان دكتور أو إنسان تربوي. يعني ممكن القرار السياسي هذا يتفرغ شخص معين ويصير. أنا أضرب مثال بالصين. الصين الآن تفرغ أبطال أولمبيين وهم لسا عم صغار يعني 4-5 سنوات تعد البطل هذا بقرار سياسي من أعلى مستوى من أعلى مستوى إنه الشخص هذا يعني يعد إنه يكون بطل أولمبي حيرفع اسم الدولة وعلم الدولة في جميع المحافل. بينما التربوي ممكن على المدى البعيد يعني يقعد يدرس الابتدائي والمتوسط الثانوي لحد ما يعد انه يوصل الى دكتور او ممكن يطلع كعالم. نعم. فانا ارى انه قرار سياسي في الموضوع هذا افضل من التربوي. طيب نسمع وجهة نظر. تفضل. انا حاب اضيف بس انه طبعا زي ما تفضلوا الضيوف كلهم انه هم عملين متلازمين ويجب طيب التركيز عليهم بشكل متوازي، ولكن انا ارى في عنصرين مهمين بياثروا على العمل سواء السياسي او التربوي، وهو اللي هو العمل الاقتصادي والاعلامي. التأثير طبعا أنا أرى أن التأثير العمل الاقتصادي بنسبة 60% والإعلامي بنسبة 40% في دعم العملية السياسية والتربوية. نعم الشيخ محمد، يعني أنا أعتقد الآن لما نقول والله تربية وسياسة واقتصاد وإعلام، يعني هذا النقاش للدول المستقرة. إذا أنت عندك مبلغ معين وعندك طاقة بشرية معينة تقول لي والله أنا الأولوية اليوم عندي هذا، بعد سنتين الأولوية ستتغير عندي. لكن أنت شايف واقعنا، احنا كلنا الان مجتمعات عربية ومجتمعات الاسلامية نعتبر اليوم يعني حضاريا اليوم في الركب الاخير. طيب نحن لما نكون في الركب الاخير وتطرح علينا قضية الاولويات كيف نتخذ القرار؟ على اي اساس انا اقول لا والله انا في هالبلد عندي السياسي لكن في هالبلد عندي التربوي، في هالبلد الاقتصادي؟ هل في معايير معينة ممكن تقترحها؟ تفضل شيخ. هو عفوا صحيح نحن مجتمعات متأخرة متخلفة، لكن نحن أيضا نمتلك مبادئ وقيم، والمبادئ والقيم هي الأسس للقيادة، ولو على حد تعبير ستيفن كوفي أنه القيادة المرتكزة على المبادئ ويقول المبادئ بوصلة لا تخطئ الطريق. فنحن نمتلك هذه المقومات، كوننا تخلفنا صناعيا تعليميا تجاريا هذا لا يعني معنى ذلك أنه قدرنا أن لا ننهض. الأمر الثاني أن القرار الآن في ظل العولمة لم يعد يطلق هناك ويطبق هناك، يطلق هناك ويطبق هنا، فنحن متأثر. أحب أضيف شيء على ما مضى من الإخوة، وهو أن العملية التربوية عملية شمولية. فأنت حينما تتحدث عن الإعداد الرياضي من صغره فهي تربية رياضية. نعم. نحن لسنا ضد التربية الرياضية ولا نحصر التربية في ثقافة فكرية معينة، لا نقول تربية رياضية وتربية 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 كل مناحي حتى التربية العقلية وكلها، التربية عندنا شمولية. فينبغي أن يؤخذ هذا في الاعتبار عند الحديث. فأما كون السياسي يفرغ إنسانا فإنما هو يدعم التربوي، لأن التربوي هو الأساس. ولو لم يوجد العملية التربوية أين سيكون قرار السياسي؟ أحب أعلق على نقطة ثانية، أننا إذا ركزنا على الجانب التربوي كما قالت أحد الأخوات سننتج من مجتمعاتنا سياسي ناضج وصالح وإلى آخره. هذا من أول وهلة جميل، لكن في الحقيقة أن وعي المجتمعات سيغير القرار السياسي، لأن الإنسان بطبيعته متغير. نعم. فإذا وجد السياسي أنه أمام مجتمع فاهم واعي مدرك هل سيتعامل معه بتخلف؟ لا. بدليل أن السياسي إذا انتقل لبلد لو في زيارة يومين تغيرت أخلاقه. طيب إذن هو يبحث عن مجتمعات وعن أرضية يطبق فيها. نعم. فنحن الذين نصنع وكما تكونون يولى عليكم. يولى عليكم. إذن هل تعتقد هذه هي الإشكالية دكتور رشيد؟ فعلا يعني إحنا عندنا السياسي المتميز وعندنا التربوي الناجح المتميز، لكن المشكلة فينا إحنا كمجتمعات وكشعوب. هل تؤيد هذه المعادلة؟ والله شوف أنا الموضوع ألخص بثلاثة أصناف من البشر. أناس يصنعون الأحداث. طيب.
وأناس يتفاعلون مع الأحداث وأناس يتساءلون ماذا حدث. نعم متفرغ. فمشكلتنا اليوم احنا من الصنف الثالث. نعم. احنا يعني السياسي هو الذي يصنع الحدث. نعم. السياسي بقرار واحد يصنع حدث. ها؟ نعم. والتربوي إذا كان مربز يعني على الأقل يستطيع أن يفهم ماذا يحدث. مشكلة أن احنا ضيعنا الاثنين وأصبحنا من الصنف الثالث المتفرج الذي يقول ماذا حدث. هذه الحقيقة الإشكالية الرئيسية اللي فينا. فلو كنا الحقيقة نظامنا التربوي التعليمي يركز على الطموح والإبداع والتحليل الواعي للأحداث لاستطعنا الحقيقة أن نوجد يعني سياسيين يعني الآن أنت عشان تحدث إصلاح سياسي الطريق ليس سالك. نعم. الطريق مرتبط بمصالح دولية كبيرة. يعني هذه الدول تهيمن على المنطقة ولها الحقيقة نظرة استراتيجية تريد أن تعيد يعني خريطة الشرق الأوسط على سبيل المثال. نعم. أنت لكن أنت لما تأتي من التربية هذه بيدك يعني على الأقل هذه بيدك وإن كان هم الآن السياسيين أيضا بدأوا يتدخلون في الموضوع هذا. نعم دكتورة فائقة هل إحنا نمتلك في مجتمعاتنا العربية والإسلامية مدارس تعلم سياسة وتخرج سياسيين على مستوى مرموق مميز؟ هل لدينا مثل هذه الفكرة أو هذه المدارس؟ لا لا توجد. وهل ترين وجود مثل هذه المدارس شيء مهم؟ طبعا ضروري من هذه من ضمن الاشياء احنا بنقول بنعمل اصلاح تربوي من ضمن الحاجات ان احنا بنطلع الانسان اللي هو ممكن على حسب امكانياته وقدراته هل ممكن يكون سياسي ناجح او نابغ في السياسه. الانسان هذا ممكن يشتغل في مصنع الانسان هذا يشتغل كل مين حسب الاستعدادات اللي موجوده عنده. طبعا كوجود ما في موجود قلت لك ان احنا بنخرج ناس او المدارس اكثر شيء بتخرج ناس انهم يقراوا ويكتبوا لدرجه انه تيجي تسال الطالب او تسال الانسان اللي تخرج من الجامعه او حتى تخرج من مرحله الى مرحله عن ايش اللي امس امتحن فيه او ايش اللي درسه بينساه لانه بيحفظ وبيصم وبيجي. هذا يقول لك لو واحد اخذناه من صف ثالثه ثانوي وخليناه يمتحن في واحد اولى ثانوي ما ينجح يسقط ما ينجح ما ينجح وتجاوز هذا الاختبار من سنتين لا لا, لا ما ينجح اصلا واخذ فيه امتياز كمان. يعني نحن من خبرتنا يمكن احيانا وبعد بتيجي احيانا تسال الطالب جايك للجامعه مثلا بتقول له انت درست حاجه ايش اللي درستها او ايش الموضوع اللي لفت انتباهك بالنسبه لماده معينه او تخصص معين. ما في مره يعني اجي في مادتي اقول والله انت درستوا ماده كذا ايش الموضوع اللي لفتك في ماده علم النفس وانت بتدرسيها في الثانوي. طيب ايش تحليلك يعني هل اهتمام الشاب والشاب لهم اهتمام اخر لا سياسه ولا تربيه؟ لا لا طريقه التدريس وطريقه التربيه اللي هي بتركز على الصم والاسترجاع في الاختبار وبعدين ما فيش يعني زي ما تفضل الشيخ محمد على اساس انه احنا ما بنفهم معنى المفهوم يعني ما بنفهم معناه ايه ما بنوصل لمرحله الوعي والادراك يعني بنجي على مثلا نص او على كذا ما نفهم معناه يعني ايش ماذا يعني النص هذا ولكن بناخده او بيت شعر حتى بنحطه كده ونجي نكتبه ونرسمه هنا ونجي نطلعه بعدين خلاص لكن لما بيكون في وعي وفهم فهذا بيحل الإنسان اللي هو فيما بعد عنده قدرة على التبصر نعم. في الحياة ككل. نعم. عبد العزيز القاسم عندك أي تعليق على فكرة المدرسة التي تخرج سياسيين متميزين؟ الدكتورة تقول أصلا يعني هذه ربما فكرة تكون رائدة متقدمة جدا احنا ما زلنا إلى الآن نفك الخط يعني صحيح. ها؟ يتعلم قراءة وكتابة ما هو تعليقك على هذا؟ صحيح في هذا أنه لا توجد مدارس بما أشرت في سؤالك ولكن أنا في رأيي أننا الآن نحبو في يعني أول الطريق وبنتعلم من هذه الممارسات الآن كما أشرت سابقا في حديث سابق الانتخابات البلدية شيئا فشيئا أنا متأكد الدورة القادمة ستشهد إقبال وسيكون هناك حضور كبير لها بفعل الممارسة أنا بس دعونا نمارس نعم. وسنتعلم. طيب شيخ محمد عندك تعليق شايف هو مخرجات التعليم عندنا لا تتفق مع التعليم ذاته اللي قاعدين نتعلم فيه. كيف؟ المخرج شيء والتعليم شيء. المبادئ الأخلاق القيم اللي قاعدين نتعلمها كأسس لا نطبقها في واقعنا.
وأذكر في هذا الشيخ علي طنطاوي رحمه الله يقول أصبحت جامعاتنا تخرج موظفين لا معلمين. نعم. فأول ما تخرج يسأل عن وظيفة وين، حتى متخرج من عربية يمكن تعينه هندسة ما عنده مشكلة، بس المهم وظيفة. وظيفة بس، فهي قضية قضية بحث عن موظفين. نعم. طيب ماذا كون عندنا ذلك؟ كون عندنا مجتمع سيء، وأقول لك سيء لماذا؟ معالي الدكتور ذكر أنه في قسم يتفرج على الحدث. نعم. أعتقد أن اللي قاعد يتفرج على الحدث انتهى، بدأ الآن في القسم هذا يفجر الحدث. اللي صاير عندنا الآن في الإرهاب وما إلى ذلك، هؤلاء من مخرجات تعليمنا ولا لا؟ نعم. هل هو سوء في التعليم كما أرادوا أن يغيروا المناهج أو ولا أريد أن أدخل في القضية هذه، أنا مع التغيير وضد السكون وضد، لكن أقول هل هي من مخرجات التعليم 100% ولا من مخرجات التربية؟ نعم. والمزاولة. هذا لم يعد يتفرج، أصبح يقول إذا الإعلام أظهر كل أحد أنا لماذا لا أظهر؟ نعم. أظهر بأي طريقة، ولذلك كل الحركات تلبس قبعة الإصلاح. نعم. فالسياسي قد يدمر باسم الإصلاح، والديني قد يدمر باسم الإصلاح، والمثقف قد يدمر باسم الإصلاح، والاجتماعي باسم الإصلاح، فأصبحت قبعة هذه يلبسها كل إنسان يريد أن يتحرك، أن يبرز نفسه، أن يظهر نفسه بأي وسيلة. طيب إذا معناته لابد أن يتفق على تعريف الإصلاح، وهذه قضية تربوية. قضايا التعريف يا سيد جاسم، عفوا. نعم. قضايا التعريف والمصطلحات لنا معها الشيخ عبد العزيز يضحك خلاص. على كل حال احنا نستمع الى تعليق الدكتور رشيد ان شاء الله بعد الفاصل، ونتواصل معكم مع برنامج اولويات، واولويات يجعلنا نحسن قيادة الحياة. تابعوا معنا. أهلا بكم من جديد مع برنامج أولويات، وما زلنا نناقش قضية مهمة جدا، أيهما أولى، العمل السياسي أم العمل التربوي؟ وربما استمعنا إلى كثير من الأفكار والآراء من ضيوفنا الكرام ومن الإخوة والأخوات المشاركين. دكتور رشيد ربما توقفنا معك، والشيخ محمد طرح قضية أننا انتقلنا نحن الآن ليسنا فقط متفرجين وإنما مفجرين كما ذكر، ما هو تعليقك على هذا دكتور؟ تفضل. طبعا احنا انتقلنا إلى الإرهاب أو شلة أو فئة ضالة انتقلت إلى هذا التوجه. نعم. نتيجة لما في شك أن أيضا خلينا نقول اليأس الذي أصاب الأمة. أنا أعتقد أن هذا أحد الأسباب، يعني يأس من الواقع المرير، أن احنا نشوف دائما في عندنا تخلف. وأنا أعتقد مرة أخرى السبب الرئيسي يعود إلى المناهج التربوية والتعليمية والأسلوب التعليمي، ما تفضلت الدكتورة وقالت بأن احنا الحقيقة أنا من خلال تجربتي في التدريس 25 سنة في جامعة الكويت بدأت الآن أنتهج انتهاج شخصي بأني ما أعلم منهج دراسي، المنهج هو العالم من حولنا، منهجي الهندسي هو العالم من حولنا. وجدت أنا الحقيقة عندما أقدم مسألة تتعلق بالحياة اليومية بشيء واقعي، نجد أن مجموعة من الطلبة يجيبون عليها ويتفاعلون، وليس هما الأفضل وليس هما الأي ستودنتس. بينما لما أقدم الطريقة أو المسألة المنهجية الأكاديمية نجد أن اللي يحفظون هما اللي يتفوقون. فبدأت الحقيقة أنهج منهج بأنني أعلم الحياة. نعم. بدل ما أني أعلم بس مجرد منهج تربوي. طيب أستاذ عبد العزيز تفضل. نعم. أنا ودي أطرح هنا نقطة، الحقيقة نموذج الإرهابيين الذي ضربه. نعم. الشيخ محمد الحقيقة ربما يصلح لنا مثال لتداخل السياسي بالتربوي. طيب. هؤلاء خرجوا بتعبير الشيخ محمد من متفرجين انتقلوا إلى مفجرين لظروف تربوية وسياسية في آن واحد. طيب. لذلك الولايات المتحدة انتبهت إلى هذه النقطة وضغط علينا في كلا الإصلاحات السياسية على الجانب السياسي، وأيضا تغيير مناهج وإصلاح المناهج. طيب إذا معناته في إشكالية في الأولوية في هذا الموضوع، في إشكالية في الرؤية، في إشكالية في النظرة، أليس كذلك؟ نعطي فرصة بس للأخوات، أشوف أنا بعض الأيادي مرتفعة، تفضلي نسمع رأيك، تفضلي. هلا بيختلف السؤال كمان إذا نحن عم نسأل الأولوية للأفضل ولا شو في واقعيا بحياتنا. نعم. إيش رأيك أنت؟
هلا اللي انا عم بسمعه زي كانه الافضل أفضل. مش طيب. مش واقع. وايش الواقع باي؟ الواقع انه هلا السياسه في كثير سياسه بحياتنا اكثر من تربيه. ايه. والاهتمام في السياسه اولى من التربيه كواقع. التربية وحتى قالت الدكتوره انه المدارس ما بتعلمنا غير يعني انا برايي انه المدارس ما بتعلمنا غير نفكر بس انه بنظهر المدرسه بنعرف نفكر بس مش شيء ثاني. طيب ناخذ مشاركه اخرى تفضلي نسمع وجهه نظرك تفضلي. عندي سؤال للدكتوره فائقه. نحن انه كرأي انه نحن نفكر بالتربيه لكن كيف يمكنكم انتم انه كمربيين تجنيد قواكم من اجل الاصلاح انه الاصلاح انت كنت قايله انه الاصلاح التربوي ما عم بيكون في كثير اصلاح تربوي. طب كيف فينا نعمل هالشيء ولا نغفل بان الدول المتقدمه تقاس بتقدمها من خلال مستواها السياسي؟ تفضلي دكتوره فائقه. سؤال ذكي جدا. من خلال تفوقها السياسي من خلال مستواها التربوي. التربوي ايوه. نحن كمربيين يعني احنا في الوقت الحاضر يعني زي ما بنقول انه التربية أو بتقولوا على المناهج والتدريس والأشياء دي. المناهج ما هي مشكلة المناهج ولكن مشكلة من يقدم هذا المنهج. مين معلمة. اللي بيقدم المعلم المعلم اللي بيقدمه في حاجة بيسميها المعلم قد يحمل كمان غير المنهج اللي موجود اللي مقر هذا في منهج بنسميه المنهج الخفي. فنحن في الوقت الحاضر ما احنا محتاجين الى معلمين عشان يعلمونا قراءة وكتابة ولكن محتاجين الى موجهين ومرشدين ليعلمونا كيف نستفيد مما قرأنا وتعلمنا. نعم. طيب شيخ محمد نرجع مرة ثانية لأيهما أولى العمل السياسي أم التربوي. هل تعتقد إحنا عندنا إشكالية في تعريف السياسي؟ يعني عندما نتكلم عن عمل سياسي وتربوي يتبادر للذهن على طول من هو السياسي؟ أما وزير ولا رئيس دولة أو صاحب منصب. هل فعلا هذا هو السياسي أم أنا سياسي وأنت سياسي وكل الحضور الآن سياسيين؟ يعني لو أردنا بالمعنى العام فما هو تعليقك على هذا دكتور؟ لا إذا أردت أن ندخل في تعريف مصطلحات مكتوبة وتعلم في المدارس كأكاديمية هذا في إشكالية في خلاف. لكن أنا أريد كما ذكرت الحقيقة نظرتنا للسياسي. لا أريد تعريف السياسي لأن مشكلتنا مع التعريف كما ذكرت لك سابقا مشكلة لا تنتهي. لا خلينا في الأذهان الموجود. في الأذهان في المعلومة في كما يعني ذكر الدكتور أن طريقته في التدريس الآن أصبحت تطبيقية فأصبح الناس يفهمون. إذا نحن نقول كذلك نظرتنا للسياسي ونظرتنا للتربوي من واقع الحلقة اليوم قاعد أشوف نظرات. نعم. يعني لما نصب العملية التربوية في الجامعة والمدرسة والمنهج كأننا نقول لا يربي إلا المدرسة. وهذا غير صحيح. المسجد يربي، الشارع يربي، المجلة تربي، القناة تربي، زميلك يربي، كل يربي، شركة في التربية. نعم. العملية مشتركة كذلك. قل سياسي. العملية السياسية يعني جهة القرار قد تكون واحدة. نعم. وإذا توزعت جهة القرار هذه مشكلة. لكن جهة القرار واحدة لكن هذا القرار من ينفذه، من يقول، من يكتبه، من يصوغه، من هؤلاء كلهم مشاركون بالسياسة حتى المنفذ. نعم. ولذلك حتى في الإدارة عفوا يسألون تاجر من الزملاء من شارة التجار فهم يسألون يقولون من هو عميلك وماذا يحتاج عميلك. هذا السؤال إذا أجبت عليه فأنت خلاص انتهي. نعم. إن شاء الله. فمن هو عميلك؟ فوالدك في البيت عميل لك، زوجتك عميل لك لو لم تشتري لأنها تهيئ لك الجو. بهذا المفهوم افهم السياسي والتربوي. طيب يعني اذا لماذا تحارب يعني كثير من الدعوات الاصلاحيه تحارب يعني شوف انا عندي مجموعه عناوين. القول السديد في ان دخول مجلس الامه ينافي التوحيد. نعم. مثلا طيب هذا الفكر من وين جاء؟ من الفهم المغلوط للسياسي. اولا فهم مغلوط للسياسي. الثاني دائما نظرتنا للسياسي على انه عدو. فهذه النظره خلاص ما دام انظر اليه عدو ساصنف، سافجر، ساقتل، سأندد، ساقول كل شيء، ساشتم على المنابر وساقول اعوذ بالله من ساس اذا ساس وساقول كل شيء. لان النموذج لان نظرتك يا شيخ انت الان لما تنظر لهذا الشيء بانه جميل ستتكلم معه شيئا جميلا. لما ترى انه قبيح سيكون كلامك او اتجاهك لديه ايضا قبيح. نعم. فلذلك نحن نحتاج ما الذي نحتاجه باختصار؟ نحتاج ان نوسع المساحه بين المؤثر وبين ردة الفعل. نعم. ناخذ مشاركة بس دكتور تفضلي. عفوا انا من وجهة نظري اني بشوف الاسس التربوية الدائرة التربوية عامة بتكون هي اساس كل حاجة. نعم. حتى اساس اي دولة ناجحة. لانه لابد انه لو كوننا اسرة اساسا ناجحة تربويا بتكون بعد كده
ناجحة سياسيا لابد، لأنه هذا الشيء مترتب على بعض. نعم. طبعا أنا بتفق مع الدكتورة فائقة والدكتور عبد العزيز. نعم. طيب نأخذ مشاركة أخرى من الشباب، تفضل. أنا عندي نقطة بدي أوضحها. يعني ذكرت نقطة مهمة أنت بأنه الحياة كلها سياسة ونحن سياسيين. نعم. هذا سياسي وهذا سياسي وهذه سياسة مطبقة. وأنت كلامك الآن سياسة. أيوة صح. بس أنا ضد السياسة المطبقة بكل شيء. يعني بالحياة تطبق السياسة. هي السياسة نقطة إيجابية. بس العالم الآن بيستعملها بطريقة سلبية. يعني صارت السياسة كلها وراء دوافع مالية اقتصادية وشخصية. وهذا شيء كتير سلبي، يعني هو اللي بيرجعنا لورا. نعم. ما بيبشرنا لقدام. يعني كيف ما قال الأخ تاجر بأنه سياسة فيها مصالح بيستخدمها لمصلحة خاصة يعني. نعم. طيب ربما نسمع تعليق الدكتور رشيد على هذه، كونك أنت وزير سابق وجلست بهذا المنصب ولا شك تواصلت مع رجال السياسة على مستوى العالم، هل فعلا كما يقال أنه نسبة الصدق في هذا الوسط أقل منه نسبة الصدق في دائرة التربوية مثلا، وبالتالي في الغالب من يحب الصدق والنظافة في الغالب يبتعد عن هذه الدائرة، هل هذه المقولة صحيحة؟ والله أمانة يعني هذا الكلام يعني في الحملات الانتخابية اللي مثلا في أمريكا على سبيل المثال يعني البارع سياسيا هو الذي يتلون مع القضية مثل ما يقولون، يعني يكون على 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 طرفي نقيض وفي نفس الوقت بالنسبة للناس هو يعني واضح. يعني هي تحتاج إلى مهارات. نعم. المهارات هذه قد يدخل فيها باب النفاق، وقد يدخل فيها باب الكذب، وقد يدخل فيها باب التلون. ومع الأسف هذه أصبحت أيضا سمة من سمات السياسة المعاصرة اليوم. يعني ما لم يكن الإنسان عنده هذه المهارات قد لا يستطيع أن يقود دولة في المحترك السياسي المعاصر. طيب، وهل هذا يعطي تبرير لتأليف مثل هذه العناوين، القول السديد في أن دخول مجلس الأمة ينافي التوحيد وغيرها من العناوين؟ أنا لا أتفق مع هذا إطلاقا. يعني أنا أعتقد اليوم السياسة هي التي تحرك العالم. نعم. السياسة هي، فإذا أردنا أن ننزوي ونحصر أنفسنا بالكتب والمراجع التربوية احنا معناها انعزلنا عن العالم تماما. نعم. أعطيك الحقيقة، أنا قرأت مذكرات كلينتون وهي مذكرات طويلة جدا، يعني هو استطاع حقيقة 8 سنوات أن يحكم الولايات المتحدة الأمريكية. من شغلة واحدة، طموح صار عنده مرة واتيحت له فرصة وهو طفل عمره 12 سنة أن يجلس على كرسي حاكم الولاية. جلس، فمرت 25 سنة وإذا به حاكم لولاية أركنسا. يعني هو ربي على الطموح وتربى. نعم. وعنده طموح واستطاع أن يحقق هدفه السياسي ويصلح. نعم. ولا منهج سياسي من خلال. نعم. الجانب أستاذ عبد العزيز تفضل. عفوا، ما قلته للتو أنت يا شيخ هذا يعزز ما ذهبت إليه من أن للسياسي ثقله وكلمته. نعم. نحن في مجتمعنا هنا إلى قبل 10 سنوات، والشيخ محمد الدحيم يعرف هذا، هناك يعني كثير من العلماء والمشايخ كانوا يحرمون قضية الانتخابات وقضية الديمقراطية ويقولون أنها كفر لأنها أتت من بلاد الكفر، واشتغلنا على هذا يعني أزمنة بعيدة. الآن عندما قر ولي الأمر مسألة الانتخابات وإعطاء المواطن حق يعني حرية الانتخاب، يعني أنا أقول تقريبا 90% من تلك الفتاوى ذهبت، والآن وجد من يبرر ويحلل مثل هذه الممارسات بفعل قرار من سياسي. طيب، تعليقك شيخ محمد على هذه النقطة. أنا في نظري أنه فعلا هذا واقع، لكن لعلاجه لابد من تربية السياسي وتثقيف العالم والمتربي. نعم. حتى لو عندك نصوص شرعية، يعني أمامي أنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العام عنك. طيب، ما هو تعليقك على هذا؟ هذه حالة فردية. حالة فردية. إذا رأيت فعليك بخاصة نفسك، رأيت خاصة، إذن هي حالة فردية. لا يمكن تطبقها على الأمة، نقول اعتزلوا يا أمة واتركوا السياسة ولا اتركوها. هذه حالة فردية. ولا نستطيع أن نقيم عليها منهج كامل أو حركة إصلاحية كاملة مثلا. الحالات الاستثنائية والحالات الفردية، حتى الفقهاء أسسوا قاعدة يقول النادر لا حكم له. نعم. فالحالات الفردية التي يمكن، وليس كل إنسان مؤهل أن يكون سياسي، كذلك ليس كل إنسان مؤهل أن يكون تربوي. نعم. نحن لا نزج بالأمة، ولذلك ترى من الخطأ أننا أحيانا نستعمل بعض النصوص ونريد أن نزج بالأمة كلها، حتى يقوم الخطيب على المنبر يقول عباد الله اطلبوا العلم.
وش مصيرنا اذا طلبوا العلم كلهم؟ لا خبز ولا اكل ولا سفر ولا اقتصاد ولا شيء. مشكله لو طلبوا العلم كلهم. فاذا لا لا كله يعني كل ميسر لما خلق له. هذه نعم. النص تعليقي على النص وفهمي للنص انا نعم. انه حاله فرديه ينبغي ان تحصر في مثيلاتها، اما نعم. تطبق على الامه كلها فهذا نعم. ناخذ مشاركه تفضل، لكن مشاركات سريعه الوقت ضيق جدا. بس السؤال للدكتوره اذا امكن. نحن طبعا انا ابغى اسال، هل في تعليمنا العالي في يعني في تدرس العلوم السياسيه؟ وهل المناهج اللي تدرس العلوم السياسيه تخرج ناس برضو لا يقروا بس يقروا ويكتبوا؟ تفضلي دكتوره. اولا ما في بعض المواد في العلوم العلوم السياسيه، ولا اصلا ما في لا كليه قسم سياسه ولا كليه كليه سياسيه، ما هي موجوده، ما هي موجوده اصلا. بس في بعض المجتمعات موجوده، يعني عندنا احنا يعني نعم يعني علوم يعني كقسم مختص كده للسياسه وكلها وبين، لكن كمان يتخرج يقرا ويكتب يعني ولا يعني كلها الامور نظريه يعني. كلها امور نظريه بحته، وهو لما بيتخرج يبغى يشتغل، يبغى يلاقي وظيفه انه هو يعيش وياكل ويشرب وانتهى الموضوع. طيب مشاركه ثانيه. متى الفت هذه الكتب؟ لو نظرنا الان كتب اللي تدرس عموما في السياسه او غيرها الفت في القرن الماضي، والان السياسه وين وصلت والكتاب الى الان؟ نعم. طيب ناخذ مشاركه اخرى تفضل. هنا سؤالي للدكتوره. نعم. بالنسبة للتعليم، هل المدرس يقول لك اتقيد بالمنهج ايه؟ اللي موجود في الكتب؟ نعم. جواب سريع دكتورة. ففين سياسة المناهج التعليمية هذه؟ نعم تفضلي دكتورة. يعني هل مقيد بالمنهج ولا ممكن يتحرك المعلم؟ يقول لك في دائما احنا بنردد كلمة منهج، منهج عقيم في يد معلم جيد يصبح جنة خضراء. جنة خضراء. طيب سيد عبد العزيز تعليقك على هذه الكلمة، منهج عقيم ومعلم جيد يصير جنة خضراء، تؤيد هذا؟ أكيد نعم. حتى لو المنهج عقيم؟ نعم، المعلم هو يعني أساس العملية التربوية كلها. وكلنا بنغير، كلنا بنحاول نغير عشان نوصل المعلومة. أنا كان عندي مادة في مجال الأمن والسلامة. نعم. حولتها من مادة يعني نظرية إلى مادة عملية ومشوقة في نفس الوقت. نعم. فوجدت أن بعض الطلبة اللي تخرجوا من المادة يأتون في السنة الثانية يحضرون يستمعون إلى وجهة نظر والمشاريع اللي قدموها زملائهم الطلبة. نعم. أول مرة حياتي أشوف أن طالب يشارك مرة أخرى في مادة تخرج منها. نعم. بسبب تغيير يعني مثلا لما بنقول في مادة لتعلم المواطنة الوطنية. طيب. هل هي 1 2 3 4 5؟ ممكن المعلم يدرس 1 2 3 الصدق الأمانة المحافظة على المياه الكذا، ولكن ممكن معلم يخلي الطالب أو التلميذ هو اللي بيحافظ على المياه عن طريق أسلوب وطريقة يعلمه بها. طيب أنا حقيقة أشكركم على هذه الاستضافة والجلسة الجميلة جدا، ونريد ب 15 ثانية كل ضيف يتكلم ما هو تعليقه وخلاصة رأيه في أيهما أولى، العمل التربوي أم العمل السياسي. دكتورة فائقة في 15 ثانية ماذا تحبين أن تقولين؟ أنا يعني أؤكد على العمل التربوي الذي في النهاية يعطيني سياسي ناضج. أستاذ عبد العزيز تفضل. يعني متوازيان، أنا كفرد أعمل والعلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام يضغطوا على السياسي للإصلاح. شيخ محمد. التربية أولا. التربية أولا. دكتور رشيد. التربية هي الأساس، ولكن العصر عصر سرعة يتطلب القرار السياسي الصائب. طيب على كل حال أشكركم جميعا على حسن الاستضافة هذه، وأشكر الإخوة اللي شاركوا معنا كذلك في هذه الحلقة والأخوات الحاضرات، كما أشكر كل الإخوة والأخوات اللي تابعونا من خلال هذه الشاشة، ونتواصل معكم دائما مع برنامجكم برنامج أولويات، والبريد الإلكتروني على الشاشة. يسعدنا دائما تواصلكم معنا، وكثير من القضايا التي نطرحها هي عبارة عن تجاوبكم واقتراحاتكم لمثل هذه القضايا التي نناقش فيها فقه الأولويات. ونقول في الختام أولويات يجعلنا نحسن قيادة الحياة، ومع ألف سلامات.